ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من مقر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الزميل كريم بيبرس. كريم، صف لنا الأجواء عندك وما يجري حاليا من وقائع للجلسة الافتتاحية. بعد أن انطلق هذا الحوار الوطني اليوم في هذه الجلسة الأولى، هذه الجلسة العلنية الأولى ليتم التطبيق الفعلي للآراء والأفكار التي تمت مناقشتها خلال الفترة السابقة بالفعل على أرض الواقع، ولكن ليتم تطبيق هذه الأفكار يجب أن يكون هناك مشاركات مختلفة من جميع القوى السياسية والقوى الوطنية داخل مصر. على مدار عام كامل كانت هناك التحضيرات والاستعدادات وتجهيز اللجان واختيار الملفات الأهم والأخص ليتم مناقشتها التي تخص يعني الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، العديد من الملفات، أيضا ملفات أصغر ومواضيع أصغر يتم مناقشتها داخل هذه الملفات. ربما إذا تحدثنا عن الملف السياسي يتم مناقشة عدة لجان، وتم توضيح بالفعل وتجهيز عدة لجان، لجان الخاصة بالحقوق، الخاصة بالنقابيين، حقوق الإنسان، حريات الرأي، حرية التعبير، حرية الصحافة، هذه لجان خاصة بهذه الموضوعات. هناك أيضا المواضيع الخاصة بحقوق الإنسان في السجون ونظرة عامة لأوضاع السجون، بالإضافة أيضا للملف الاجتماعي والتعامل مع الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع، وخصيصا بالطبع أو أثرت بشكل مباشر على مصر، وآليات للتعامل مع هذه الملفات. ولكن المميز اليوم هي المشاركة المجتمعية من جميع الطوائف والفئات السياسية الذين يشاركون اليوم. ربما أيضا أكثر من ما يقرب من 70 حزب سياسي موجودين بالفعل في هذا زخم كبير، وحضور كبير من جميع المجالات وجميع النقابات المختلفة، الفن، السياسة، الاجتماع، الاقتصاد، كل يشارك اليوم للإبداء الآراء المختلفة. ولكن الأخص أيضا هناك تخصيص أكثر للجنة العفو الرئاسي، ولجنة، وهناك من يشاركون اليوم في هذا الحوار من هم خرجوا عن طريق هذه اللجنة، لجنة العفو الرئاسي، من السجون، بالإضافة أيضا لجزء خاص بالشباب والتعامل مع قضايا الشباب ووجود الشباب اليوم لمناقشة القضايا المختلفة، وضع الآراء المتنوعة، كيف يتم التعامل مع الشباب، يتم التعامل مع وزارة الشباب والرياضة. وسيكون هناك على مدار اليوم بعد أن انتهت الجلسة الأولى جلستين أخريتين سيتم النقاش فيها مع هؤلاء الشباب عن آرائهم وكيفية التعامل وإعطاء الفرصة للشباب، وأيضا إطلاق هذه الطاقات واستخدامها الاستخدام الأمثل في جميع المجالات. ثلاث جلسات مختلفة على مدار اليوم، انتهت واحدة وما زالت هناك اثنتين أخريتين بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء والفنانين والمبدعين والسياسيين، وأيضا من كل الفئات السياسية من جميع الأحزاب المتنوعة.